مشكلة السوشيال ميديا دي مشكلة مشكلة كبيرة جدا. هنتكلم على السوشيال ميديا بس معانا تليفون مهم جدا. تليفون انت حابه شخصيا وانا عارف. كنت هاني مين؟ قول لي مين. اكيد هاني. اكيد هاني. يبقى هاني معانا نجم مصر والنادي الاهلي كابتن هاني مصرحي. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا كابتن خالد وانت طيب ميدو وكل سنه وانت طيبين وان شاء الله تبقى يعني سنه عيده ويبقى الموسم الجاي لميدو للاهلي ان شاء الله زي الموسمين اللي فاتوا باذن الله. نتمنى لكل فرق النادي زي فرق الطايره بصراحه مثال يحتذى به بجد. هاني قول لي اخبار رمضان ايه معاك بقى؟ خليك قبل ما نتكلم على ميدو مصالحي واخوك الاصغر خلينا نتكلم على رمضان مع كابتن هاني مصالحي. والله طبعا يعني احنا يعني متربيين حتى انا وميدو ان رمضان لينا طقوس. لينا اول يوم رمضان كنا مع يعني والدي الله يرحمه كنا بنروح له مع بعض ولغايه دلوقتي بنتجمع في يوم طبعا انا وهو وعند والدتي في رمضان. الطقوس بتاعت كل المصريين احنا محافظين عليها جدا وبنحاول ان احنا نديها لاولادنا برضو ويعني ده الطبيعي بتاعنا في رمضان ان احنا بنحاول برضو نبقى قريبين اكتر من ربنا بالذات. الحمد لله رمضان السنه دي ما فيهوش شغل رياضه يعني بتحمد ربنا فبتلاقي يعني حلو قوي يعني كلكم بتحمدوا ربنا ما فيش شغل في رمضان بالظبط. ايه رايك ايه رايك في رمضان نوقف الرياضه ونريح نفسنا كلنا ايه رايك؟ دلوقتي والله دي جت من عند ربنا جت من عند ربنا يا رب ربنا يكون سنه سعيده علينا ويعني رمضان كريم علينا وعليكم يا رب الله يكرمك يا خير الله بالهم والبركات. لكن خلينا نتكلم على ميدو مصلحي الاخ بلاش اللاعب والمدير الفني كالاخ. كابتن ميدو مصلحي اتكلم عليه كلام كتير قوي النهارده وقال ان اخويا الكبير ده بالنسبه لي هو الحياه اول حاجه كبيره جدا. تقول لي ميدو مصلحي النهارده على الهوا صراحه؟ بص انا بقول هو طبعا من الاول الكلام اللي هو بيقوله ميدو والكلام اللي انا بقوله هو جاي من البيت من الاول من والدنا الله يرحمه وبعدين والدتي ان احنا ربونا مع بعض ان احنا يعني هنفضل مع بعض اخوات وتربيه واحده ونحب الخير لبعض وبنكمل بعض. دي بتبقى من التربيه يعني مش بتبقى جايه فقط. وبعدين لما كبرنا كل واحد الحمد لله اشتغل يعني في ناحيه يعني انا حبيت ان انا اشتغل اكتر في موضوع زراعه يعني عارف الزراعه في الرياضه ان انا بحب اشتغل مع الصغيرين الناشئين دي حقيقه ونكبرهم. وحتى يعني لما اشتغلت في الاهلي في الثلاث سنين في الموضوع ده وعملت برضه جيل كويس ميدو معاه منهم ثلاث اربع لعيبه من اللي كانوا شغالين معايا رمضان وشريف يعني دول كانوا من ضمن الاولاد اللي انا اشتغلت معاهم. حابب السن اللي هو بتاع 15 16 سنه ده كنت اشتغل معاه. وبعدين لما رحت نادي وادي دجله نقلت بقى كل التجربه بتاعتنا اللي احنا اتربينا عليها في الاهلي حبيت ان انا انقلها. وانا قلت ان تملي النادي الاهلي مدرسه بتنقل يعني جامعه بتنقل لمصر كلها وللعالم. ده دورنا اللي اتربينا في الاهلي ان احنا ننقله لاماكن تانية. الحمد لله نجحنا في ده لحد كبير قوي في وادي دجله. عندنا قريب من 1000 لعيب فولي دلوقتي عندهم نفس هتلاقي لعيبه الفولي في دجله قريبين جدا من لعيبه الاهلي في ان هم عايزين يتكوا في ان هم عايزين يبقوا مميزين. دي كلها الحمد لله نجحنا ان احنا ننقلها بنجاح يعني. بعد كده الحمد لله يعني بنفضل يعني سنه ورا سنه نعمل الاهلي تاني ونعمل نفس الفكر تاني لكن كله من فكر الاهلي اللي احنا اتربينا عليه. بصراحه حققت نجاحات كبيره جدا في دجله يعني لازم اقول لكل جماهير الاهلي انت فعلا كابتن هاني محقق نجاحات كبيره جدا جدا في دجله. نادي وادي دجله النهارده على خريطه كره اليد عفوا كره الطايره المصريه فعلا بيتقدم من سنه لسنه وفعلا زي ما تقول 1000 لعيب احنا بنبارك لك. انا فعلا شخصيا ببارك لك واقول لك فعلا ان شاء الله هتكون في المرحله الجايه نادي وادي دجله اعتقد في الكبار هيكون عنده فرقه محترمه على ايد هاني مصلحي. اتفضل بقى نتكلم على كابتن ميدو. اتفضل. الحمد لله. اما يعني نرجع بقى للميدو لما يعني زي ما قلت لك احنا اتربينا من الاول مع بعض على كذا وكذا برضه دلوقتي في الشغل يعني على طول بتمنى له طبعا ربنا يوفقه على طول لان هو في الاهلي بيبقى محطوط على الموضوع ده فيه ستريس نفسي رهيب ان انت لو خسرت حتى بطوله من خمسه يبقى في بيتقال ان في فشل فده طبعا بيبقى استرس عليه جامد. فبحاول ان انا اطمنه شويه ويهدى وان هو ان شاء الله ربنا يوفقه. لما بيحصل في حاجه مش كويسه بنحاول ننبهه ليها وهو برضه لما بيحس ان هو في مشكله برضه اول واحد بيلجا لي في الكلام بطبع تربيتنا وانا برضه نفس الموضوع. لكن هو يعني هو مضغوط دلوقتي بيبقى يعني في الاهلي الشغل في الاهلي بيبقى في ضغط شويه فيعني ربنا يعينه طبعا ويوفقه دايما.
يعني سند لبعض كده احنا الاثنين ان شاء الله يا رب. خلينا بس اقول لك على حاجه مهمه، زعقت له في اليابان وزعقت الفرقه كلها، مع ان انا عارف ان طبيعتك طبيعه هاديه جدا، تقول ايه عن اليابان بقى وفي رمضان والدنيا كانت مختلفه، تقول ايه؟ ده بيتكلم على اليابان 95. ايوه قال لي ايوه هو 95 صح. ماتش اليابان يعني ماتش اليابان يا هاني. ماتش اليابان ده كان ماتش اصله ما يتنسيش الحقيقه. بص احنا يعني الجيل بتاعنا رغم احترامي الكامل للجيل الموجود الرائع اللي موجود دلوقتي اللي هو يعني نجوم وعبد الله واحمد صلاح، الا ان احنا الجيل بتاعنا كان مظلوم شويه في ان احنا ما كانش عندنا الاحتكاك العالمي كتير قوي، يعني ما طبعا كانش في الدوري العالمي كان ما كانش موجود، كانش الاشتراك في البطولات العالميه ما كانش موجود زي الوقت ده. احنا كنا يعني لما بنروح بطوله عالم احنا كنا متفوقين برضه افريقيا الحمد لله، وكنا بنروح رحنا يعني كاس عالم مرتين ثلاثه ورحنا اولمبياد، لكن لما كنا بنروح كنا بناخد صدمه شويه لغايه لما نشوف بقى المستويات العالميه ونكتشف ان احنا لا ده احنا لعيبه كويسين وممكن نعمل كل حاجه. لكن من الماتشات اللي حصل فيها اكشن جامد كان ماتش اليابان ده، ان هو فرقه كنا بنلعب ماتش كويس جدا وعاملين ماتش كويس بس زعلنا لان في الوقت ده حصل فيه يعني غلطات ضيعت مننا يعني الماتش وكنا اقرب ليه يعني. بس الحقيقه يعني عارف كل نقطة يعني كل حاجة بتبقى عملتها حلوة في حياتك في اللعب تبدأ قدامك لغاية دلوقتي بعد 20 سنة، لكن أنت اللعب من أمتع طبعا المراحل اللي بتمر باللعيب والمدرب، وإن أنت تبقى كابتن فرقة تفتكر إن أنت كنت كابتن فرقة أو قائد لمنتخب مصر لمدة 10 سنين كنت دي حقيقة. وكان طبعا كان ميدو كان من طبعا ميدو وحمدي كانوا من أعظم اللعيبة اللي جم في ذات مركز أربعة اللي عندنا دلوقتي. صورت فيه جامد جدا لغايه دلوقتي، انا لسه كنا بنتكلم نص ساعه مع كابتن مجيد حمدي لان انا دلوقتي مسؤول عن منتخب الناشئين تحت 17 سنه، فكنا بنتكلم ان احنا في اهم حاجه عندنا ان احنا نحاول نعمل اثنين لعيبه زي ميدو حمدي. فيعني بص في مواقف كتير قوي حصلت في اليابان ده يعني مش عايز بلاش نفتحها بقى خلاص يا كابتن هاني. كابتن كابتن هاني الف مبروك اولا على وادي دجله، ببارك لك جدا على ادائك هناك الهائل، وان شاء الله باذن الله اتمنى لك في المرحله اللي جايه باذن الله تكون في اهم حته في مصر، تكون ماسك منتخب مصر، تكون طلعت اجيال كتيره على ايدك ان شاء الله باذن الله داخل وادي دجله ومنظومه وادي دجله. شكرا كابتن هاني. شكرا يا كابتن خالد. شكرا يا مين. شكرا. السوشيال ميديا في مشكله كابتن هاني بتقول ده كلام كتير، ده عايز له اربع خمس حلقات هاني وسلاح صح. انتوا قايله بصراحه عايزين استفاضه دي ساعه ولا ساعتين. طب ايه رايك نريح هنطلع لفاصل.